فيلمنا بيبدأ مع اتنين اخوات توأم، البنت اسمها لو والولد اسمه بيبيليو، وبيكون بيبيليو طفل مشاغب ومش بيحب المذاكرة على عكس لو اللي بتكون شاطرة جدا في دراستها. وفي يوم اثناء وجودهم في الفصل بتعلن المدرسة اللي بيكون اسمها ميس شو عن درجات الطلاب في اخر امتحان، وبيقعد الطلاب في الفصل بناء على ترتيب درجاتهم، وبتقول المدرسة للطلاب ان الطالب اللي هيجيب الدرجات النهائية في الامتحان الجاي واللي هيكون امتحان اخر السنة هياخد مكافأة من الدولة، وهيحصل كمان على افضلية ان يدخل احسن مدرسة اعدادية موجودة في المدينة. وبعدها بيروح الاخين على بيتهم، وبيجي وقت الغدا مع والدهم واللي بيكون اسمه كيم ووالدتهم اللي اسمها جينج، وبتحكي له لوالدتها جينج ان المدرسة مبسوطة منها ومن درجاتها في الامتحانات، وبتقول له لعيلتها عن كلام المدرسة عن الامتحان الجاي، وبتقول لهم انها متحمسة جدا، وبتحكي لهم له ان اخوها بيبيليو اتعاقب النهارده بسبب تصرفاته المشاغبة في الفصل، فبتتضايق جينج وبتطلب من ابنها انه يبقى مؤدب وشاطر زي اخته، وبيحط كيم قدام ولاده علبة الاكل اللي بيحبوها، فبيمد بيبيليو ايده عشان ياخدها، لكن الام بتمنعه وبتقول انه متعاقب، وبتكون العلبة من نصيب اخته له النهارده، وبتاخد له العلبة عشان تاكلها في اوضتها. واثناء ما لو بتفتح العلبة بتتفاجئ بنور قوي طالع منها وبتتخض وبترجع لورا، وبيظهر قدامها خمس اقزام خارجين من العلبة وبيسألوها عن اسمها، وبتفرح له لما بتعرف انهم بيتكلموا وبتعرفهم بنفسها، وبتكون رايحة توريهم لوالدتها جينج، لكنها بتفتكر ان والدتها بتكره الحيوانات والكائنات الصغيرة، وانها دايما كانت بتطرد الحيوانات بتاعت اخوها بيبيليو، فبتقرر له انها تخبي الاقزام عندها في الاوضة وما توريهمش لاي حد، وبتبدأ له تاخد مقاسات الاقزام وتخيط لهم هدوم جديدة، وده لانها ما عندهاش اي لبس على مقاسهم، وبتبدأ كمان انها تسميهم على حسب اهتماماتهم، فبتسمي واحدة منهم الفنانة وده لانها بتحب الفن جدا، وتاني واحد فيهم بيبقى بيحب السياسة فبتقرر انها تسميه جون، وبنيجي لتالت واحد واللي بيحب المذاكرة جدا فبتسميه الدكتور، ورابع واحد بيحب يدافع عن الناس ويحميهم فبتسميه الملازم، واخر واحدة بتحب الغنى وبيكون صوتها حلو فبتسميها المغنية، وبتدي لهم له بيت صغير عشان يعيشوا فيه، وفي نفس الوقت تقدر تخبيهم من والدتها، وقبل ما بتدخل له عشان تنام بيقول لها الدكتور انه نفسه يذاكر معاها ويروح المدرسة، فبتوافق له وبتاخده معاها تاني يوم المدرسة، وبتكون له مخبيها في شعرها عشان محدش يقدر يشوفه. وفي وقت الفسحة بيجي اتنين من زمان له في الفصل واللي بيكون اسمهم ليانجو وليه عشان يتكلموا معاها، وبيسألوها عن اخوها بيبيليو، فبتقول لهم له انه مجاش المدرسة النهاردة، وبتكون له متضايقة من ليه، وده لانها عارفة ان ليه بتروح وبتحكي اي حاجة تعرفها لميس شو. وفي نفس الوقت بيجيب بيبيليو الكلب بتاعه للبيت من ورا عيلته بعد ما والدته بتكون طردت الكلب ده قبل كده، وبيدخل الكلب على اوضة لو وبيشوف الاقزام وهما في بيتهم، وبيمسك الكلب بيت الاقزام ببقه، وبيكون الاقزام قلقانين من الكلب وخايفين انهم يقعوا من البيت، وبتيجي فكرة للملازم وبيخبط الكلب في وشه لحد ما بيتعور وبيسيبهم، وبيروح بيبيليو عشان يجيب دواء للكلب بتاعه بعد ما الملازم عوره في وشه، لكن جينج والدته بتيجي في نفس الوقت وبتسمع صوت خارج من اوضه بنتها له، وبتروح عشان تشوف مصدر الصوت، لكن بيبيليو بيحاول يمنع من الدخول، وبيسمع الاقزام بيبيليو وهو بيتكلم مع والدته، وبيقرروا انهم يساعدوه في هروب الكلب من البيت قبل ما جينج تشوفه، وبيحاول الملازم والمغنيه انهم يهدوا الكلب في الوقت اللي جون بيفتح في الشباك، وبيركب الملازم على ظهر الكلب وبيخرجه من الشباك، وبترجع خطتهم وبيهرب الكلب قبل ما جينج تدخل الاوضه وتشوفه، وبترجع لهم من المدرسه وبتعرف اللي حصل، وبتقرر انها تروح هي والاقزام عشان يدوروا على الملازم، وده لانه خرج مع الكلب ومن وقتها ما رجعش للبيت، لكن اخوها بيبيليو بيمسك اخته وبيسالها على اللي بيحصل، وده لانه بعد كل اللي حصل بين الكلب والاقزام بيكون هو ما لاحظش وجود الاقزام اصلا، فبتضطر له انها تحكي لاخوها عن الاقزام وبتعرفوا عليهم، وبيستغرب بيبيليو لكنه بيشكرهم انهم ساعدوا الكلب بتاعه على الهروب، وبتعاتب له اخوها انه جاب كلب على اوضتها بدون علمها، وبتقول انه كان وارد جدا يأذي الاقزام بتوعها، وبيبدا الاخين انهم يتخانقوا مع بعض، وبتحاول الفنانه انها توقفهم وبتقول لهم انهم لازم يبطلوا خناق مع بعض عشان يعرفوا يلاقوا الملازم، فبيقول لهم بيبيليو انه عارف المكان اللي الكلب بتاعه بيحب يقعد فيه، وبيروحوا على هناك، وبتفرح له لما بتلاقي الملازم موجود هناك مع الكلب ومستنيها، وبعدها بتقول له لاخوها ان والدته موافقه انه يرجع الكلب بتاعه للبيت لو جاب في الامتحان الجاي 90%، وبيحس بيبيليو انه مستحيل يجيب الدرجه دي وبيتضايق، فبيقرر الدكتور انه يساعده في امتحاناته، وبيجي تاني يوم وبيكون الاخين عندهم امتحان، وبيساعد الدكتور بيبيليو وبيغششه زي ما وعده، وفي نفس الوقت بتحس له انها نعسانه جدا اثناء الامتحان وبتنام في اللجنه، وبتجيب درجه وحشه في امتحانها وبتروح البيت وبتعيط، وبتزعلها والدتها على درجاتها، وبتقولها انها بالطريقه دي مش هتقدر تدخل مدرسه اعداديه كويسه، وبتسال له اهلها لو هيفضلوا يحبوها حتى بعد ما جابت درجات وحشه في الامتحان، وبتتصدم له من رد والدتها لما بتقول لها انها مش هتقدر تحبها غير لو كانت متفوقه ودرجاتها عاليه، وبترجع لاوضتها وهي بتعيط، وفي نفس الوقت بيكون بيبيليو لسه في المدرسه بسبب ان ميس شو بتكون شاكه في درجاته، وده لان بيبيليو اول مره يجيب درجه عاليه في الامتحان، وبتقرر المدرسه انها تمتحنه امتحان تاني، وبينجح بيبيليو لتاني مره بدرجات كويسه بفضل مساعده الدكتور ليه، وبيتكرم بيبيليو لانه بقى اشطر طالب في المدرسه، وبيفرح اهله بيه وبيبداوا يدلعوه اكتر من اخته ويهتموا بيه، وبتكون له متضايقه من كل اللي بيحصل ده، وفي يوم بتكون له قاعده لوحدها في المدرسه وبتشوفها واحده زميلتها اسمها وان، وبتروح تدي له رسمه هي رسمة
رسمتها لها عشان تشجعها انها تحل كويس الامتحان الجاي، وبتروح له البيت وبتوري رسمه للاقزام وبيعجبوا بيها جدا، لكنهم بيتضايقوا ان ميس شو عاقبت وانج بسبب درجاتها الوحشه في اخر امتحان بانها خدت منها الوانها عشان ما تقدرش ترسم تاني. فبيقرر الاقزام انهم يساعدوا وانج ويدخلوا مكتب المدرسه عشان يرجعوا الالوان. وبيجي تاني يوم وبيروح الاقزام كلهم المدرسه مع لو، وبتخرجهم من شنطتها وبيدخلوا على مكتب ميس شو عن طريق الشباك، وبيفضلوا يدوروا على الالوان في المكتب لحد ما الفنانه بتلاقيهم، وبيتعاونوا كلهم مع بعض عشان يشيلوا الالوان. وفي نفس الوقت بتشوف لو ان ميس شو رجع على مكتبها وبتحذر الاقزام، وبينجح الاقزام كلهم انهم يخرجوا من المكتب بسرعه باستثناء الفنانه، وبتحاول انها تستخبى من المدرسه. وبيجي حد وبيندع على ميس شو فبتخرج من المكتب، وبتنجح الفنانه انها تهرب قبل ما حد يشوفها، وبترجع له الالوان لصديقتها وانج وبتقولها انها موهوبه، وبتنصحها تقدم في مسابقه المدرسه، وبتعرف وانج على الاقزام، وبتخلي الفنانه تساعد وانج في الرسم. وبيجي يوم مسابقه الرسم، وبتتفاجئ وانج ان المحكمين منعوا الطلاب اللي درجاتهم ضعيفه واللي منهم وانج من دخول المسابقه، وبتضايق وانج وبتقرر انها تمشي، لكن لو بتاخد منها الرسمه وبتطلع للجنه التحكيم، وبتبهر لون اللجنه لما بتتكلم بكذا لغه بمساعده جون، وكمان بتعرض لهم رسمه وانج، وبينبهر بيها الحكام وبيشوفوا انها بنت ذكيه جدا على عكس ميشو اللي بتقرر انها تعاقب له بعد ما المسابقه بتخلص، وبتخليها تكنس حوش المدرسه كله، وبيشوفها باقي الطلبه اللي درجاتهم ضعيفه زيها وبيجوا عشان يساعدوها. وبعدها بيسمع الطلاب في الميكروفون المدير وهو بيقول ان اي طالب هيجيب اقل من 90% هيتحرم من كل نشاطات المدرسه، وبتروح له على بيتها وهي متضايقه، وبتحكي للاقزام اللي حصل في المدرسه. فبيقرر الاقزام انهم يساعدوا كل الطلبه اللي درجاتهم ضعيفه. وبنيجي لتاني يوم وبتاخد له معاها كل الاقزام عشان تعرفهم على باقي الطلبه، وبتقول لهم له على الخطه اللي هي حطتها عشان يعرفوا يغشوا في الامتحان، وبتكون الخطه عباره عن ان له هتحل كل الامتحان بمساعده الدكتور، وبعدها الفنانه والمغنيه هينقلوا منهم الاجابات بسرعه في ورق على عدد الطلبه اللي محتاجين يغشوا، وهيكون دور الملازم وجون انهم يوصلوا لكل طالب الورقه اللي فيها الاجابات. وبيجي يوم الامتحان وبيتفاجئوا كلهم ان ميس شو بتطلب من كل الطلبه انهم يبدلوا اماكنهم مع بعض، وبيحسوا ان خطتهم باظت، لكن بيبيليو بيشاور لهم على حبل موجود فوقيهم وبيغيروا خطتهم بسرعه، وبتحل له الامتحان هي والدكتور، وبينسخوا الاقزام بسرعه لكذا نسخه، وبعدها بيطلعوا الحبال وبيرموا الاجابات للطلبه، وبتنجح الخطه وبتظهر النتيجه، وبيكتشفوا كلهم انهم جايبين درجات اعلى من 90%، وبيفرحوا انهم هيقدروا يمارسوا اي هوايه نفسهم فيها. وفي نفس الوقت بيسمعوا كلهم استدعاء ليهم من ميس شو، وده لان واحده من الطلبه اللي بيكون اسمها لي شافت ورقه من ورق الاجابات اللي نسخوه وقع على الارض، وراحت اديتها لها، وبتقول لهم ميس شو انهم لو ما اعترفوش على اللي غششهم هتفصلهم كلهم من المدرسه، لكن محدش منهم بيرد. فبيتدخل المدير وبيزعق فيهم وبيهددهم، فبتعترف له على نفسها، وبيتم استدعاء والد ووالده لو وبيبلغوهم باللي عملته، وبتتعصب والده لو بتسالها هي ليه عملت كده، فبترد له عليها وهي متضايقه وبتقول لها ان المدرسه بتفرق في المعامله ما بين الطالب الشاطر والطالب اللي درجاته ضعيفه. وبمجرد ما بيسمعها المدير وهي بتقول كده بيقول لاهلها انهم يشوفوا لها مدرسه غير دي، فبيحاول والد ووالده لو انهم يهدوا المدير ويعتذروا له عن تصرفات بنتهم، لحد ما بيوافق انها تستمر في المدرسه بشرط انها ما تتعاملش مع حد من باقي الطلبه. وبيرجعوا للبيت وبتعاتب جينج بنتها له على عملته، وبتطلب منها انها تبطل تعمل لهم مشاكل في المدرسه، وبتعبر له عن غضبها من الاسلوب اللي المدرسه بتتعامل بيه معهم كلهم. فبترد عليها والدتها وبتقول لها ان هي والدها بيتعبوا جدا عشان خاطرهم وانهم لازم يقدروا ده، وبتدخل له على اوضتها وبتزعق في الاقزام وبتقول لهم انها كانت سعيده قبل ما يدخلوا حياتها، وده لان عيلتها كانت بتحبها لما كانت بتنجح بمجهودها. فبيقرر الاقزام انهم يمشوا ويسيبوها، وبيروحوا يقعدوا في نفس المكان اللي بيقعد فيه الكلب. وتاني يوم بيروح ببيليو عشان يطمن على الاقزام، وبيتفق الاقزام معاه انه ياخدهم لباقي اصحابه عشان الدكتور يساعدهم انهم ينجحوا بدرجات كويسه. وتاني يوم بياخد ببيليو الاقزام معاه للمدرسه، لكن الملازم بيجي يقاطعهم وبيقول لباقي الاقزام انه اخيرا عرف بلدهم الحقيقيه وانه لازم يرجعوا بلدهم من تاني، وبيفرح الاقزام لكنهم بيقرروا ياجلوا سفرهم لحد ما يساعدوا الطلبه. وفجاه بتخطف ليه الاقزام وبتحطهم في برطمان وبتاخدهم لبيتها، وهناك بتطلب منهم انهم يساعدوها تنجح في امتحاناتها، لكن الاقزام بيرفضوا. وبيجي يوم الامتحان وبيحكي ببيليو لاخته عن اختفاء الاقزام، وبيقول لها انه راح يدور عليهم، لكن لو بتفكره انه لو مش هيسقط في الامتحان، فبيقول لها ببيليو ان الاقزام عنده اهم من الامتحان وانه لازم يلاقيهم. وفي نفس الوقت بتسيب ليه الاقزام في اوضه فاضيه وفي المدرسه وهم في البرطمان، وبينجح الاقزام انهم يخرجوا من البرطمان، لكنهم بيتفاجئوا بفار موجود في الاوضه وبيبدا انه يطاردهم. بتكون له قاعده في الامتحان وقلقانه على الاقزام لحد ما بتقرر انها تسيب الامتحان وتنزل تدور عليهم، واثناء ما الاقزام بيهربوا من الفار بيقع البرطمان وبيتكسر وبيعمل صوت عالي، فبتسمعه له وبتدخل الاوضه عشان تدور على مصدر الصوت، وبتفرح لما بتلاقيهم الاقزام وبتعتذر لهم انها سابتهم يضيعوا منها، وبعدها بتاخدهم له وبتخرجهم من الاوضه، وبتيجي ليه تدور على الاقزام في الاوضه اللي سابتهم فيها، وبتشغل النور لانها بتكون مش لاقياهم، وبيحصل ماس كهربائي وبتحصل حريقه في المدرسه كلها، وبيخرج المدرسين الطلبه من المدرسه، لكن لو زمايلها بيلاقوا الطريق اتسد قدامهم واتملى نار ومفيش مكان للخروج، وبتحاول ميس شو انها تساعدهم، لكن المدرسه زميلتها بتمنع
بتقنعها وبتقولها ان ده خطر عليها وانها كده هتموت. فبتيجي له فكره وهي ان كل واحد يبل قماشه ويحطها على بقه عشان يقدر يتنفس. وبعدها بتاخد له اصحابها على سطح المدرسه وبتقول لهم ان هناك ممكن حد يشوفهم وما بيشاوروا ويجي عشان يساعدهم. وفعلا بيشوفهم الاهالي وبيبداوا يطفوا الحريقه بالميه اللي معاهم لحد ما بتخلص وبتكون الحريقه لسه موجوده. وبيفضل الطلاب يعيطوا وبيكونوا فاكرين انهم خلاص كده هيموتوا. فبيتفاجئوا كلهم ان الاقزام راكبين طياره لعبه وجايين لحد عندهم. وبيرمي الاقزام حبل عشان يستخدموا الطلبه وينزلوا للشارع. وبينزل كل الطلبه من سطح المدرسه وبيبقى مش فاضل غير له. وقبل ما بتنزل بيتحرق جزء من الحبل وبيكون على وشك انه يتقطع. فبيساعدهم الملازم وبيرمي نفسه على الحبل وبيمسك الجزء المقطوع لحد ما له بتعدي. وبكده يبقى كل الطلبه خرجوا من المدرسه. وبتيجي الاسعاف وبتاخد الملازم وبيروحوا كلهم للمستشفى معاه. وهناك بيقول لهم الدكتور انه يحتاج عمليه ولكنه محتاج فصيله دم نادره. وبتقرر مس شو انها تتبرع للملازم ودال انها نفس فصيله دمه. وبيفهم والد ووالده له ان الدرجات فعلا مش كل حاجه وبيعتذروا لبنتهم على كل اللي عملوه معاها. وبيخرج الدكتور وبيقول لهم ان عمليه الملازم نجحت وانه بقى كويس. وبعدها بكام يوم بتكرم الدوله له وده لان هي السبب في انقاذ كل زمايلها من الحريقه. وبتقف له قدام كل زمايلها وبتقول لهم انهم لازم يسعوا ورا احلامهم. وبتقول لهم كمان ان الدرجات مهمه بس في حاجات تانية اهم من الدرجات وانهم لازم ياخدوا بالهم منها. بيودع الاقزام له عشان يرجعوا لبلدهم الاصلي.